كاتور بمسلسل بالقصور الذي يعرض على شاشة MBC 5 في موسم رمضان الحالي. وتفاعل أنس البسبوسي مع تعليقات المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع انستغرام. وأوضح البسبوسي أنه لم يعد في استطاعته قراءة جميع الرسائل التي يتوصل بها، قائلا: ما كان قدرش نشوف كل شيء، ولكن ردة الفعل رائعة. وعلق الممثل الشاب أنس البسبوسي على الضجة التي أثارتها شخصية الكاتور الذي يجسدها في المسلسل بالقصور: مملة في الصورة ديالي تكون هكا في السوشيال ميديا، ما بقيتش كنقدر نخرج من الدار بزاف. نخليكم تشوفوا مقطع من الفيديو. واخا ما مولفش انا ليماج ديالي تكون بحال هكا افري وير سيغ انترنيت، تري ريزيرفي وداكشي، ولكن ملي عجبكم داكشي اللي درنا وعجبكم بيرسوناج هذاك هو ليسونسييل. مانيفيك مانيفيك. اجي نهبط دابا، ما باغي ندير لا لايف لا شي حاجه، غير فجأة اش درتي مع الغندور دابا؟ تعرفي شنو غادي ندير معاه؟ مازال غيطرا واحد البلاط واعري. خليكم متبعين مزيان. حمزة خفيف حبيبي، مادي اي مادي غلام فين حبيبي؟ مزيان يا دري دري، غادي لي زامي غنهبط، صافي غنهبط من اللايف. ثانك يو سو ماتش، شكرا على الفيدباك، شكرا على الستوريز، على ايفريثينغ. ما بقيتش كنقدر نخرج من الدار بزاف، ولكن وي جود وي جود، عجبكم هذاك الشيء الحمد لله. وهنا خوتي خواتاتي كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. بسلام عليكم، على امان نتلاقى بكم في فيديو جديد. ما تنسوناش من التعليق ديالكم ومن لي لايك. تحياتي للجميع.